بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل وفيها. الجيش يسيطر على نقاط استراتيجية في جنود رأس بعلبك، وقهوجي يؤكد للمستقبل أن العملية استباقية وتهدف إلى تحصين الجبهة. بيقدروا ما يمضوا، بيقدروا ما يوافقوا، بيتسجل اعتراضهم. مشاورات متواصلة بشأن آلية عمل الحكومة، وتحرك للوزير حرب بين الأقطاب المعنية. التحالف الدولي يغير للمرة الأولى على مواقع داعش في الحسكة، ونظام الأسد يصعد حملته على دمشق وريفها. صباح الخير. بعد إفشاله محاولات المجموعات الإرهابية التسلل إلى نقاط عسكرية في تلال رأس الحمرة بمنطقة جرد رأس بعلبك، شن الجيش هجوما واسعا سيطر خلاله على مواقع الإرهابيين في تلال الجرش، ليوسع بعدها دائرة استهدافه في التلال بين جردي رأس بعلبك وعرسل. الاشتباكات مع المجموعات الإرهابية أدت إلى إصابة 5 عناصر، بينهم ضابط بجروح. من خلف هذه التلال في جرد رأس بعلبك، 3 محاولات للمجموعات المسلحة ليلة الأربعاء للتسلل إلى نقاط الجيش المتمركزة على تلال رأس الحمرة باءت بالفشل بعد اشتباكات مع وحدات الجيش التي كثفت ضربات مدافعها باتجاه تحركات المسلحين المنكفئين للوراء. لكن محاولات المسلحين المتكررة دفعت بقوات الجيش لاستعادة زمام المبادرة فجر الخميس، فأمنت غطاء ناريا كبيرا من مدافعها الثقيلة برا يؤازرها سلاح الطيران المروحي والاستطلاعي جوا، لتدخل الوحدات في هجوم خاطف سيطرت خلاله على مواقع المسلحين في تلتي صدر الجرش وحرف الجرش الاستراتيجيتين اللتين تقعان في شمال شرق تلة رأس الحمرة باتجاه الحدود اللبنانية السورية. وأمام هذا التقدم عززت وحدات الجيش من انتشارها في تلك المنطقة مستقدمة المزيد من وحدات فوج المجوقل، في وقت عمدت على تثبيت مراكز ونقاط مراقبة لحماية المناطق المحاذية للحدود الشرقية ومنع عودة المجموعات الإرهابية التي هربت تاركة خلفها عبوات ناسفة وأسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر. ومع فشل التسلل إلى تلال الحمرة وأم خالد في جرود رأس بعلبك الموازيتين لعرسال، وسع الجيش من دائرة استهدافه للمجموعات المسلحة في جرود المنطقة، بينما سجل سقوط صاروخ على منشرة قرب حاجز عين الشعب في عرسال. وفي ضوء هذه الأحداث عرض رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مع قائد الجيش العماد جان قهوجي في السراي تطورات الأوضاع الأمنية في لبنان. أوضح قائد الجيش العماد جان قهوجي للمستقبل أن العملية في جرود رأس بعلبك أتت في سياق توجيه ضربة استباقية ناجحة أسفرت عن سيطرة الجيش التامة على مرتفعي صدر الجرش وحرف الجرش، مشددا على أن هذه العملية تشكل منعطفا مهما في المعركة الجارية في سبيل تحصين الجبهة الحدودية، لكونها خلقت سلسلة متراصة بين أكثر من موقع عسكري حدودي، بحيث أصبحت الجبهة متماسكة أكثر فأكثر بعدما عزز الجيش تمركزه في عمق المنطقة. ولفت العماد قهوجي إلى أن الوحدات العسكرية واصلت عمليات مطاردة المسلحين وقصفهم من المروحيات وبالقذائف المدفعية بعدما فروا من المواقع المستهدفة تاركين وراءهم أسلحتهم وأعتدتهم العسكرية. حكوميا، أمل وزير البيئة محمد المشنوق انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وقال في حديث لتلفزيون المستقبل إن الرئيس سلام سيعاود شرح مفهوم التوافق في ظل التعطيل القائم. تقرير مها ظاهر. يرفض المقربون من رئيس الحكومة تمام سلام وصف ما يجري على صعيد عمل الحكومة بالعرقلة، هو تعطيل انطلق من سوء فهم التوافق الذي سارت عليه الحكومة منذ ولادتها. فهل يدفع رئيس الحكومة اليوم ثمن هذا التوافق الذي أراده عنوانا لعمل حكومته؟ كان بالأول يعطى هامش أمام الوزراء لحتى إذا كان في حدا مثلا ناقصه شرح بموضوع ما بتأجل أسبوع أو أسبوعين، لكن مع الوقت لاحظنا أنه صار عم بيكون وكأنه نوع من التعطيل، يعني لأي سبب أحدهم حصلت عدة مرات بيقول أنا لا بعترض على هذا الموضوع، بالتالي بيروح. هون بدأنا نشعر أنه هذا فعلا
ممكن يؤدي مع الوقت انه انت بتعطل لي وانا بعطل لك، وبالتالي بتصفي القصه المناكفات، وبعض الاحيان بيطغى عليها وكانه الطابع الشخصي فيها مسيئة. هذه مسيئة أولا لمكانة وكرامة مجلس الوزراء، وأنه مين ما كان بيقدر يعطل هالجلسة. في الجلسة المقبلة المتوقع انعقادها الأسبوع المقبل ستخصص لشرح مفهوم التوافق وطريقة السير بعمل الحكومة بعد ذلك. بيقدروا ما يمضوا، بيقدروا ما يوافقوا، بيتسجل اعتراضهم، وساعتها بنروح نحن بنفهم التوافق بالأكثرية المطلوبة حسب نظام مجلس الوزراء، ليش بدنا نحمل الموضوع أكثر من هيك؟ يرفض الرئيس سلام المزايدة عليه فيما خص ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الذي يؤكد في كل جلسة على ذلك. ما بدنا تصفي القصة انه هن نفسهم اللي عم ناشدهم بهذا الموضوع يرتدوا علينا بقصة والله بنستعمل التعطيل أيضا لزيادة الضغط على مين؟ عم تضغط على الشخص اللي مش هو بينتخب، مش مجلس الوزراء، بدك تضغط على النواب، على القوى السياسية. على الساحة السياسية برز اللقاء الذي قاده الرئيس ميشيل سليمان، وهو بالنسبة إلى الرئيس سلام جزء من تحرك سياسي قائم في البلد. بلاقي أنه في موقع حدا عم بحاول من خلاله يؤكد على وجود معين على الأرض، وأنه نحن لنا دور بهذا الموضوع، عظيم، بس شرطه، نرجع لهذا الشرط الأساس، انه نحن ما بدنا نحوله هذا لعملية تعطيل. يرفض المشنوق وصف حال الرئيس سلام بالمحبطة، فالمؤمن لا ييأس ومتمسك بالحكومة حتى النهاية. من السراي اكد رئيس الحكومة تمام سلام انه يسعى عبر مشاوراته مع القوى السياسية حول آلية عمل الحكومة الى تسيير وتسهيل مصالح الدولة والمواطنين. سلسلة لقاءات تتعلق بالأزمة الحكومية أجرها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مع كل من نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دوفريج، وجرى البحث في عدد من الملفات الحكومية. كما اجتمع سلام مع وزير التربية الياس بوصعب الذي نقل عنه أنه في جو أفكار جديدة للتعاطي داخل الحكومة ومع أي جلسة لمجلس الوزراء تعقد مستقبلا، مشيرا إلى أن ما يفكر به الرئيس سلام هو المناسب، وقال نحن نوافق رئيس الحكومة على طرحه لأننا ضد مبدأ التعطيل ونؤيده لأنه من غير الممكن أن تستمر الحكومة على النمط التي كانت عليه سابقا، فما قبل القطيعة ليس كما بعده، وبالتالي هو دائما مع الوفاق وضد التعطيل. واستقبل الرئيس سلام الأمين العام لحزب الطاشناق النائب أجوب بكرة دونيان مع وفد من الأمانة العامة، وذلك عقب انتخابات اللجنة المركزية الجديدة لحزب الطاشناق، وجرى البحث في الشأن الحكومي وموضوع النفط وشؤونا أرمنية. بكرة دونيان أشار إلى أن الرئيس سلام أكد على ضرورة التوافق وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، مشددا على أن لا يؤدي التوافق بالضرورة إلى تعطيل الجلسات الحكومية. ولفت بكرة دونيان إلى أن الوفد لمس بوادر خير في هذا الإطار. الرئيس سلام التقى كذلك المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وتناول البحث الشؤون العامة والتطورات الداخلية، كما استقبل الأمينة التنفيذية للإسكوا في لبنان الدكتورة ريما خلف. وفي عين التين بحث الرئيس نبيه بري مع الوزير بطرس حرب في آلية عمل مجلس الوزراء وكيفية السير بأعماله وعدم تعطيله. حرب قال إنه لا يجوز أن يبقى مجلس الوزراء أسيرا لنزوات بعض القوى السياسية في تحويل مسعى التوافق إلى حق ممارسة الفيتو. وضعت دولة الرئيس في أجواء لقاء التشاور اللي حصل امبارح في منزل الرئيس جميل، واللي هي طبعا هذا لقاء التشاور يصب في إطار المحافظة على الدولة وعلى مؤسساتها وعدم إطالة الفراغ في موقع رئيس الجمهورية، وبالوقت ذاته المحافظة على آلية أو السعي لإيجاد مناخ ملائم لكي تمارس الآلية المتفق عليها بشكل لا يتعارض بحكم الدستور ولا يؤدي بالنتيجة إلى تعطيل عمل مجلس الوزراء إذا أسيء استعماله. لهاي أنهى فريق الادعاء أمس استجوابه الخبيرة الأرجنتينية بابيانا لوتشيني التي أدلت بإفادتها أمام غرفة الدرجة الأولى على أن تستكملها اليوم. تقرير شرب العبود. بعدما انتهت غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان من الاستماع إلى إفادة الخبير الأرجنتيني دانيال أمبروزيني، بدأت زميلته بابيانا لوتشيوني بالإدلاء بشهادتها والتي شرحت فيها نقاط من التقرير الذي وضعته مع أمبروزيني في العام 2010، فتحدثت عن ضغط العصف والحفرة التي أحدثها التفجير والأضرار التي تسبب بها في المباني المجاورة،
وهي أمور سمحت لها بالوصول إلى الخلاصات التالية. والاستنتاجات هي أن المتفجرات لم تكن مطمورة، لم تكن تحت الأرض، الكتلة المتفجرة لم تكن موضوعة على الأرض، الكتلة المتفجرة موزعة موضوعة فوق الأرض على ارتفاع يتراوح بين 50 و80 سنتيمترا من سطح الرصيف أو الطبقة العليا للطريق، تتوافق مع الحفرة الملاحظة والضرر الذي لحق بالمباني، وتراوحت كمية المتفجرات بين ما يعادل 2500 و 3000 كيلوغرام من مادة التي ان تي. هل هذا ما تقولينه للغرفة بناء إلى هذه التحليل؟ الجواب نعم، هذه هي الاستنتاجات النهائية لكل الدراسات التي قدمها الدكتور أمبروزيني وقدمتها باختصار اليوم أنا شخصيا. الخبيرة الأرجنتينية استطاعت على الاستجواب مضاد من فريق الدفاع بعد أن أنهى الإدعاء استجوابها. تابعونا في النشرة بعد الفاصل. داعش يدمر متحف نينوى. نواصل تقديم النشرة. شنت طائرات التحالف الدولي غارات على مناطق يسيطر عليها داعش في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، التي تتعرض منذ 3 أيام لهجوم من قبل التنظيم الذي خطف أكثر من 220 مسيحيا آشوريا. بعد فشله بالدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها الثوار، صعد النظام السوري من حملته العسكرية على العاصمة وغوطة دمشق بالريف، حيث سقطت عدة قذائف على منطقة قرب القصاع وسط دمشق، فيما قصفت قوات النظام بصاروخ أرض أرض حي جوبر، في وقت دارت اشتباكات بين قوات النظام والثوار في مناطق عدة بالغوطة الشرقية وسط قصف من قبل قوات الأسد على مناطق الاشتباك بالتزامن مع تنفيذ الطيران الحربي عشرات الغارات على هذه المناطق. من جهة أخرى، شن التحالف الدولي سلسلة غارات للمرة الأولى على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة التي اختطف منها الآشوريين في سوريا، في حين أعلنت وحدات الحماية الكردية أنها تمكنت من استعادة 70 قرية من الحسكة شمال شرق سوريا من تنظيم داعش. وكشفت مصادر ميدانية أن نحو 130 مسلحا من التنظيم قتلوا خلال المعارك، في وقت تأتي فيه هذه التطورات عقب مغادرة نحو 1000 عائلة آشورية قراها شمال شرق البلاد. وفيما نفذ الطيران الحربي عدة غارات على قرى قرب مدينة حريتان بريف حلب الشمالي، أدى إلى سقوط عدد من الضحايا. تعرضت مناطق في أحياء درعا البلد بمدينة درعا إلى قصف من قبل قوات النظام. أعلنت الولايات المتحدة أن تنظيم داعش خطف 100 عراقي من العشائر السنية، بينهم أطفال، خلال الأيام الماضية بالقرب من مدينة تكريت شمال العراق. ميدانيا أدت غارات التحالف الدولي إلى مقتل العشرات من قيادات داعش وعناصره في هيت غرب الأنبار وفي بلدة القائم الحدودية مع سوريا. كما تواصلت المواجهات بين التنظيم وقوات الحشد الشعبي في الرمادي، فيما استعاد الجيش العراقي منطقتين بين محافظتي ديالى وصلاح الدين كانتا تخضعان لسيطرة داعش. دعت اليونسكو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد تدمير آثار الموصل، وكان تنظيم داعش نشر شريط فيديو يظهر عناصره وهم يحطمون مجسمات أثرية يعود بعضها للقرن 8 قبل الميلاد في متحف نينوى بمدينة الموصل شمال العراق، والذي يعد من أهم المتاحف في العالم. وبرر التنظيم أفعاله هذه بأن هذه التماثيل هي أصنام وأوثان. حطم دولة الصنمين يا قد جهنم للأصنام والحطمين.
استنكر رئيس كتلة المستقبل النيابية رئيس فؤاد السنيورة تحطيم الآثار الآشورية من قبل داعش في العراق، معتبرا بأنها جريمة مشينة ومهولة بحق التراث الإنساني. وقال الرئيس السنيورة أن ما جرى في العراق وسوريا على يد داعش لا يمكن السكوت عليه، وبات من مهمة المجتمع الدولي المحاسبة على هذه الجرائم والمبادرة لوقف هذا المسلسل الإجرامي من دون أي تأخير يرتب المزيد من الأضرار والخسائر التي لا تعوض. أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال استقباله ضيوف المؤتمر العالمي الإسلام ومحاربة الإرهاب أن المملكة مع الإسلام المعتدل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخدمة ديننا وعقيدتنا السمحة، وأن يبعد عنا التعصب والتشدد ما يسير الإسلام. الإسلام دين الوسط كما تعرفون، وعلينا أن نتبع ما ورد في كتاب الله وما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. يسروا ولا تنفروا، فينا بناس ينفروا من الإسلام وهذول يسوا الإسلام، ونقول نرجو الله عز وجل نهديهم لهم رشدهم. ومؤتمر مثل مؤتمركم هذا الواقع فيه فائدة إن شاء الله للمسلمين وبلدكم المملكة السعودية، بلد الإسلام، بلدكم في كل الوقت، وهي مع الحمد لله الإسلام المعتدل، الإسلام الذي يتبع ما قلت لكم كتاب الله وسنة رسوله وخلفاء الراشدين. بعد الفاصل في النشرة، حمد يكشف تفاصيل المشروع الرياضي في قصقص. تواصل تقديم النشرة. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة دعم حزب الله في نيجيريا متهمة بجمع الأموال والتجنيد والرصد، واستهدفت العقوبات الأخوين مصطفى فواز وفوزي فواز بالإضافة إلى عبد الله الطحيني، كما فرضت عقوبات على مصالحهم الاقتصادية. من أستراليا، جدد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري تأكيده ضرورة مواجهة الإرهاب بالاعتدال. أكد أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري أن موقف تيار المستقبل من القضايا الخلافية مع حزب الله لن يتبدل ما لم يقتنع حزب الله بأن استكباره مقتل له وللبنان، سواء تعلق الأمر بقتاله في سوريا دفاعا عن بشار الأسد أو بعدم التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والإصرار على عدم تسليمه المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. كلام الحريري جاء خلال أحياء منسقية كامبرا الأسترالية الذكرى العاشرة على استشهاد الرئيس رفيق الحريري، ممثلا الرئيس سعد الحريري، وبحضور ممثل حكومة كامبرا وشخصيات سياسية واجتماعية. الحوار بالنسبة لنا ليس ترفا بقدر ما هو حاجة وضرورة في هذه المرحلة الحساسة لتخفيف الاحتقان السني الشيعي والدفع باتجاه انهاء الشغور الرئاسي اذا امكن، باعتباره أولوية الأولويات في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها إلى وجود رئيس للجمهورية في قصر بعبدة الذي مل من الفراغ بقدر ما مل اللبنانيون من تداعياته الخطيرة التي تلوح في أفق الحكومة التي تعيش فراغا مقنعا. وشدد الحريري على ضرورة الانتماء إلى الوطن والتخلي عن الانتماءات الضيقة التي يتغذى منها الإرهاب والتطرف الذي نصر على مواجهته بالاعتدال والثبات على صورة رفيق الحريري. قدم رئيس بلدية بيروت بلال حمد شرحا مفصلا عن أهمية المشروع الرياضي المنوي إنشاؤه في منطقة قصقص، متعهدا بعدم نزع أي شجرة من الحرج. تفاصيل وتصاميم المشروع المقترح للملعب البلدي في منطقة طريق الجديدة ومشروع الملعب البلدي الجديد في منطقة قصقص كان مدار شرح من رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت بلال حمد خلال مؤتمر صحفي عقده في القصر البلدي. حمد أكد أن المشروع المنوي إنشاؤه في قصقص لن يكون داخل الحرش بل على أطرافه، متعهدا بعدم نزع أي شجرة من حرش بيروت. وتطرق حمد إلى صعوبة الوصول إلى الملعب البلدي في طريق الجديدة بسبب الاكتظاظ السكاني وعدم وجود مواقف للسيارات. صار عندنا ملعب تدريب بعده موجود لأهل الرياضة،
لنوادي كرة القدم في بيروت بيتمرنوا عليه مدرجات خضراء، مشروع أخضر. اللي بيعرفش ونت مشروع أخضر يعني مشروع بيئي بامتياز. ملاعب صغيرة فينا نستعملها للباسكتبول، فوليبول، تنس، اللي انت بتفكر فيه، وكلها متاحة لأهل المنطقة. في حديقة نموذجية للأطفال، ألعاب متطورة وحديقة نموذجية أطفال. وسط بيئة خضراء، بارك، في تراكس للعالم يتمشوا ببيئة خضراء، هنزرعها كلها شجر، جميع أنواع الشجر اللي بيعيش بهالمنطقة هاي. العالم بتفوت بتتمتع بتتمشى، في محلات فيها مياه، في محلات فيها تراكس، واللي بيحب يتفرج على التدريب بيطلع على المدرج الأخضر وبيتابع التدريب. شو في كمان بقلب هالمشروع؟ المشروع في قاعة هتكون متعددة الاستعمالات لأهل المنطقة. شو يعني قاعة متعددة الاستعمالات؟ أولاد المنطقة اليوم بحاجة إلى قاعة لتقبل التعازي موجود تحت الأرض. شو هنعمل؟ هنعمل 4 أو 5 طبقات باركينج، 2500 سيارة بتتخلى. إذا برجع على البلان بتدخل لهالباركينج من الزوايا الأربعة تبع المشروع، يعني بتخلى إذا أنا فوق على أبو شاكر بفوت من هون من قدام أبو شاكر. حمد تعهد بتلزيم ملعب قصقص قبل البدء بالعمل في الملعب البلدي ليطمئن أهالي بيروت لاستمرارية المشروع، مشددا أن المشروع الجديد سوف يخدم حركة التجارة في المنطقة. في بيروت تواصلت حملة إزالة العوائق من الطرقات، واستهلت فرق الأشغال التابعة لبلدية بيروت عملها في المسيطرة. تقرير رشا الحلبي. بعد وضع خطة العمل يوم الثلاثاء الماضي في اجتماع عقد في محافظة بيروت، تواصلت اليوم حملة إزالة العوائق في بيروت مستهلة من منطقة المسيطبة. فمنذ الصباح الباكر عملت فرق الأشغال التابعة لبلدية بيروت على إزالة البراميل والعواميد والشتول عن الأرصفة والطرقات، وذلك بمؤازرة القوى الأمنية. الحملة قوبلت باعتراضات من قبل بعض المواطنين، تطور بعضها إلى تلاسن وضرب. من محيط جامعة الأيو في المسيطبة إلى حي اللجة أزيلت كل التعديات على الأرصفة والأملاك العامة، وكان ترحيب من أصحاب المحال والأهالي بالقرار. إن شاء الله يشيلوا كل شيء، ما في مشكلة، بس مش أنه يشيلوا محال يتركوا محال. مفروض كل حديد محطوط ينشيل، لأنه ما معقول هالفوضى. لازم ينقموا كلهم والله، لأن العالم بتصب سيارتي. هيدا منيح لكل العالم، هيدا شيء بس على كل العالم، ما واحد أي واحد لا. الحملة ستستمر لتشمل أحياء العاصمة كافة، وعليه فإن أي اعتراض أو طلب ترخيص يقتضي مراجعة محافظ بيروت. بحسب ما أشارت المعلومات فإن أي مخالفة جديدة سيغرم عليها صاحبها بقيمة أمتار الأملاك العامة التي يشغلها عن غير وجه حق. من المسيط برشا الحلبي، تلفزيون مستقبل. ونصل في ختام هذه النشرة إلى التذكير بعناوينها. الجيش يسيطر على نقاط استراتيجية في جرود رأس بعلبك، وقهوجي يؤكد للمستقبل أن العملية استباقية وتهدف إلى تحصين الجبهة. بيقدروا ما يمضوا، بيقدروا ما يوافقوا، بيتسجل اعتراضهم. مشاورات متواصلة بشأن آلية عمل الحكومة، وتحرك للوزير حرب بين الأقطاب المعنية. التحالف الدولي يغير للمرة الأولى على مواقع داعش في الحسكة، ونظام الأسد يصعد حملته على دمشق وريفها. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. دعمنا للجيش والقوى الأمنية غير مشروط وبلا حدود. لن نعترف لحزب الله بأي حقوق تتقدم على حق الدولة في قرارات